يا بدورا غالها الخسف ولكن لم تزال للهدى بدورا تماما. حاولت نقصها العدا فأبى الرحمن إلا لنورها الإتماما. حر نفسي لسادة أزكياء خلدوا في الطوامير أعواما. أرضعوا طفلهم لبال الرزايا وأعدوا له الحسام فطاما. قتلوهم وما رعوا لرسول الله فيهم إلا لآله أو ذماما. ورمات جعفرا رزايا أرتنا بأبيه تلك الرزايا جساما. بأبي من بكاه المعادي والموالي بكاء يتامى. فرقت يا دهر الخنا عصبة الأمجاد طيب حوت الأباء وبرض الطف لولا وبرض الغريب منها وسامرة وبغداد. وما الرضا يا طوس وديت إلى هنا ولا بلد إلا فيها منهم رموس منهم جماعة بكربلاء دفنا بلار وياه مصيبة مصيبة المدفون في طوس يا نازحا في طوس. حي الله حي وعمية عيون من البكاء الموسى بن جعفر فوق الجسر مرمي ثلاث الله أكبر. من جسمه الطاهر يفوح المسك الأذفار والله حسن فيا إمامي ما حضرنا
ولكن المرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ورد عن مولانا وسيدنا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ناهيا إلى النعمان: لا تقس الدين برأيك، عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قد لقب من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالصادق، وفي ذلك دلالات عظيمة كثيرة، من ضمنها أنه صادق في القول والفعل. ولربما البعض يقول هذه الصفة صفة إلى كل الأئمة، فلماذا استأثر بها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام؟ فكلهم صادقون، فهم الصادقون. نقول بأن اللقب في العادة يعكس شيئا من الدور الذي يقوم به الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بمعنى بأن اللقب يعكس الجهد الأعظم الذي يقوم به الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فلما يلقب الإمام الصادق بالصادق في إشارة إلى أن الإمام يقوم بجهد كبير في دحض الشبهات وفي مجابهة الفرق والمذاهب الضالة، فيحدث ويقول ويبين جملة من الحجج والبراهين، وعند ذلك الناس تقارن في تلك الحجج والبراهين، فيأتي التصديق من قبل من؟ من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ليبين النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بأن ما بينه جعفر بن محمد هو ماذا؟ هو الصدق، هو الحق. فاللقب مع الإمام يعينه في مجابهة المذاهب والفرق الضالة، ليكون داعماً لرأيه مصدقا لقوله. ومن هنا نقول بأن القارئ لحياة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يجد بأن الإمام الصادق قد تهيأت له أسباب نشر العلم ونشر الحديث لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كأبيه الإمام محمد الباقر تهيأت لهم ظروف سياسية
وعلمية لم تتهيأ لبقية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فترة انهارت فيها الدولة الأموية، وفترة هي فترة بداية تأسيس الدولة العباسية. فكان الأساسة في ذلك الزمان منشغلون بتأسيس دولتهم، أي العباسيون، والأمويون منشغلون بمعالجة التدهور السريع في دولتهم ومحاولة المحافظة على الدولة الأموية. ولذلك أخذ الإمام الصادق بالحديث وبالتعليم وبنشر علوم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى أثر عن الإمام أن له 4000 تلميذ، كان كل واحد منهم يقول قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن جانب آخر أيضا في حياة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، كان هناك تضييق سياسي مارسه الخليفة السفاح ومن بعده أبو جعفر المنصور الدوانيقي. هذا التضييق كان يرتكز على إشخاص الإمام الصادق إلى أين؟ إلى العراق، مرة إلى الحيرة، مرة إلى بغداد، مرة إلى الكوفة. وهذا الإشخاص نوع من التضييق، وهذا النوع من الإشخاص درج عليه الأمويون أيضاً، فإن الأمويون قد استدعوا الإمام الباقر وكان بصحبته الإمام الصادق إلى الشام، ثم درج على هذا النوع من التضييق العباسيون أيضاً، فأشخصوا الإمام الصادق عدة مرات، مو مرة واحدة، عدة مرات يتم إشخاصه، يعني يرسل الخليفة في طلب الإمام وإشخاصه إلى العراق كنوع من التضييق، فيحبسه عنده، يقول لي تعال وابقى عندي إلى أن أذن لك في الدخول. يأذن له في الدخول، فهل يأذن له بالانصراف إلى أهله؟ مو بالضرورة، يخليه محتبس. شوف كم شهر يقعد الإمام عنده، قد لا يكون الإمام مسجون، يعني يروح ويطلع وكذا، ولكن ماذا؟ موجود. كل ما أراد الخليفة العباسي أن يلقى الإمام يتم استدعاء، أجب الأمر. هذه الإشخاصات أيها الأحبة نوع من التضييق على الإمام، يشخصه، يحاول يذله، يحاول يحقره، يدعي بأن هناك مثلاً مكاتب إلى شيعتك، تدعو الناس إلى نفسك، تحرض ضد الدولة العباسية وهكذا. لكن في الجهة الأخرى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام استفاد من هذه الإشخاصات. وما النحو الذي استفاد منه الإمام في هذه الإشخاصات؟ التقاء بالعلماء وبالطلبة العلم في مسجد الكوفة، بل وأيضا في بغداد، بل ووظائف أخرى قام بها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك تجد بعضا من تلاميذ الإمام عراقيون، يعني كوفيون من أهل الكوفة. ليش؟ لهذه الإشخاصات، فضلاً على أن بعض الطلبة طلبة العلم يخرجون من الكوفة إلى المدينة المنورة إلى الإمام، هناك التقاء من خلال هذه الإشخاصات بتلامذة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فكانت فرصة سانحة إلى الإمام للتحديث والإخبار.
وأما الوظائف التي قام بها الإمام، وظائف ترتبط بإظهار قبر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن أمير المؤمنين لم يدفن في الكوفة. الكوفة هي اللي كانت شنو؟ عامرة في ذلك الزمان، هي البلدة العامرة في ذلك الزمان. وأمير المؤمنين إنما دفن في النجف لوصية خاصة وعهد مخصوص، فنقل من الكوفة إلى وين؟ إلى النجف الأشرف، فنقل إلى تلك البقعة، ثم خفي قبر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فقام الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بإظهار قبر جده المرتضى إلى عموم الشيعة إلى يومنا هذا. هذا ببركات من؟ ببركات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا لما تروح العراق وتروح إلى كربلاء، نسأل الله أن يرزقنا زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، تجد مقاما إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ليش؟ الإمام كان يزور جده الإمام الحسين ويتخذ له قبة أو مكانا للصلاة ونحو ذلك. فالإمام الصادق عاش على ذلك بين المدينة وبين الكوفة، عاش في ضمن حقبة امتدت من عام 83 سنة ولادة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلى 148، يعني الإمام توفي في أواخر 60 سنة، وامتدت إمامته أعواماً طويلة فوق 30 سنة، إمامة من بعد أبيه الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد هذه النبذة التاريخية عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ننتقل إلى بعض من الجنبات العلمية والفكرية للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام قد جابه الغلاة وقد واجه بعض المذاهب والفرق المنحرفة كالكيسانية، وأيضا بعض المذاهب العقائدية المنحرفة، ومن ضمن ما واجه الإمام واجه مذهبا فقهيا يعتمد على المقايسة في استنباط الحكم الشرعي. فما هي المقايسة؟ وهل المقايسة تتصادم مع إعمال العقل؟ وهل أن الدعوة إلى ترك المقايسة نوع من تعطيل العاقل أو لا؟ هذا موضوعنا الأساس بعد النبذة التاريخية. الإمام يقول إلى النعمان أبو حنيفة: لا تقس الدين برأيك، ويقول: فإن دين الله لا يصاب بالعقول. فما معنى كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أولاً نريد أن نتعرف على العقل، ثم ثانياً نتعرف على مدركات العقل، ثم ننتقل إلى بيان مراد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. أولاً ما هو العقل؟ العقل من الربط والحجم، فإذا عقلت الناقة فإن معنى العقل للناقة هو ماذا؟ هو ربطها. اعقل وماذا؟ وتوكل. ذاك الرجل الذي جاء إلى مسجد رسول الله بناقة،
تركها عند الباب وقال توكلت على الله وأوكلت أمر الناقة لله. وقام شنو؟ دخل طلع ما شاف ناقته، رجع معاتبا إلى رسول الله قال أنا توكلت على الله ثم خرجت فلم أجد ناقتي. فقال له النبي أعقلتها؟ قال لا ما عقلتها. فقال النبي أعقلها وتوكل، خذ يعني بالأسباب ثم ماذا؟ توكل على الله. فالعقل من الربط ومن الحجب، وسمي العقل عقلا لأن العقل إذا فعل في حياة الإنسان حجبه عن الوقوع في المفاسد، فإعمال عقلك يحجبك ويمنعك ويربطك عن الوقوع في المفاسد. وهذا احنا إذا شفنا واحد مثلا طاع في مشكلة فتشنا وجدنا بأن الخلل وين؟ ما فكر، وش نقول له؟ نقول له انت ما انت عاقل، مو أول تفكر قبل ما تطيح في هالمشكلة في هالمصيبة، ليش سويت هالشيء؟ وين عقلك؟ نعاتبه. لماذا نعاتبه بالعقل؟ لأن العقل إعماله حجب إيقاف للنفس من الوقوع في المفسدة، هذا هو العقل. زين، الآن كيف للعقل أن يقوم بوظيفته السامية؟ هذا هنا الإسلام أرشد إلى وجود غذاء للعقل، وجود غذاء طعام إلى العقل. إذا أطعمت عقلك ذلك الطعام قوي العقل، إذا لم تطعمه ضعف العقل، وبالتالي ضعفت عن الوقوع في المشاكل والمخازي والعيوب. وما هو طعام العقل؟ طعام العقل المعرفة، أن تغذيه بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم درجات. العلم رافع لقوة العقل، ولذلك تجد حثا على طلب العلم والمعرفة والاستزادة من الوعي. فكلما غذيت عقلك بالمعرفة كلما قوي عقلك، ولكن لازم تلتفت إلى المعرفة اللي تغذي فيها عقلك، لأن بعض المعارف إنما تزيدك تسافلا. المعرفة التي تزيدك وعيا وترتقي بعقلك هو كما قال النبي الأكرم محمد اللهم صل على محمد إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. معرفة التي تسلح فيها المعرفة القرآنية، المعرفة التي تغذيك تغذية صحيحة سليمة هي المعرفة المستقاة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بذلك ترتقي بعلمك بوعيك، وبالتالي تجد التصحيح إلى فعلك وتصرفاتك. دين الآن مدركات العقل، ما هي مدركات العقل؟ بعض المدركات للعقل قطعية، بمعنى أن النتائج العقلية، النتائج لعملية التفكير العقلي قد قادتك إلى نتائج قطعية يقينية لا لبس فيها ولا ريب.
وهذا يكون في حالات ما لو كانت المقدمات للاستنتاج مقدمات يقينية. فإذا رتبت المقدمات اليقينية فإنها توصلك إلى نتيجة يقينية أيضا. مثلا لديك مدرك عقلي مفاده أن لكل معلول هذه المعاليم المسبوقة بالعدم التي يعبر عنها بالممكنات، مرة تكون موجودة مرة تكون غير موجودة، هذه الموجودات المعلولات إذا خرجت من حيز العدم إلى الوجود فلا بد أن المخرج لها هي العلة، أن يكون لها علة تخرجها من العدم إلى الوجود. ولذلك تشوف حياتك كلها مبتنية على هذا القانون العقلي، باب مفتوح شوية وإذا شنو انغلق، رأسا تفكر ليش انغلق ليش انسد، هذه الحركة شلون انوجدت، وتجد لعقلك ماذا تبرير، يقول لك لا والله الرياح هي التي سدت، فلان لا سحب كذا، وتنتقل من ماذا؟ من المعلول إلى العلة في استنتاج قطعي، فتقول لا بد وأن يكون هناك سبب وراء ماذا؟ وراء هذه الحركة، لازم يكون في سبب وإلا هذا المعلول لا ينوجد هكذا عبثا. هذه نتائج قطعية، لكن في بعض الأحيان مدركات العقل لا تكون ماذا قطعية وإنما ظنية. شلون ظنية؟ يعني فيها نوع من المشابهة، تشابه في الحالات يخليك الظن بأن هذا الموضوع له ذات الحكم. لما؟ لأنه متشارك مع ذلك الموضوع في جهة ما. مثلا البعض على سبيل المثال يسأل البول في الشرع كم يطهر إذا وقع في اللباس؟ نجاوب نقول ليش إنه مرتين بالماء القليل، مرتين بالماء الكثير خب خلاف. الآن المني إذا وقع في الثوب كم مرة يطهر بعد إزالة النجاسة؟ ما هو البعض ربما يقايس، شوف يقول لا الموجود شبه، البول من نفس المخرج، المني كذلك، إذن الحكم ماذا؟ الحكم يجب أن يكون أشد أو لا أقل مساويا، وبالتالي نحكم على المني بأنه لازم يطهر مرتين. شوف أعمل عقله، أعمل عقله لما؟ لأنه وجد نوعا من الشبه بين هذا وذاك، وهذا الإنسان أعمل رأيه فوصل إلى نتيجة. شنو هذه النتيجة؟ أن لازم نطهر هذه النجاسة بمثل ذلك العدد. يجينا واحد ثاني وش يقول؟ يقول لا يا حجي ما قايست بشكل صحيح، كيف للمني أن يكون نجساً؟ شلون يكون نجس وهو مبدأ نشوء شنو؟ الإنسان. الإنسان من وين يجي؟ من هذا الماء، فبالتالي يجب أن يكون ذلك ماذا؟ طاهراً، أصلاً ما يكون شنو؟ ما يكون نجس. يجينا واحد ثالث يقول انت حين لو طهرت المني البويضة كلها شنو كتلة من ماذا؟ كتلة من الدم، فبعدما يتلقح تتلقح البويضة عند ذلك هذه كتلة من الدم، فشلون تحكم على الدم بعد بشنو؟ بالنجاسة. وش اللي صرنا فيه يا جماعة؟ صرنا في نوع من النتائج العقلية، إعمال للعقل،
ولكن هذا الإعمال لم يوصلنا إلى نتائج قطعية، وإنما أوصلنا إلى مجموعة من الاحتمالات. هنا أصدر الإمام نهيه. الإمام ما أصدر نهي عن ممارسة وتفعيل العقل، وإلا فإن تفعيل العقل أمر دعا له الإسلام ودعا له القرآن. أفلا تعقلون مثلا؟ أفلا يتدبرون؟ مدح أهل العلم، مدح مثلا أولو الألباب. فالإمام الصادق لم ينه عن تفعيل العقول في مدركاتها القطعية، في استنتاجاتها القطعية اليقينية الموصلة إلى يقين، وإنما نهى أن يصاب دين الله بماذا؟ بالرأي. يعني الإمام أشار بنحو واضح إلى النعمان، قال له لا تقس الدين برأيك، لا تعمل رأيك. وشبه له الإمام، قال له أيه أشد، البول لو شنو المني؟ إن قلت البول لأنه يطهر مرتين والمني مرة، فلما إذا تبول الإنسان عزكم الله ارتفع حدث البول بشنو؟ بالوضوء. بينما إذا أجنب لم يرتفع إلا بماذا؟ إلا بالغسل. وإذا قلت بالعكس فالأمر ينعكس عليك، لماذا قبل الإسلام في المني؟ إذا قلت المني أشد، ليش الله قبل التطهير بمرة وذاك فرض مرتين؟ هناك علل للأحكام قد خفيت علينا ما نقدر نوصل إليها. ولذلك الطريقة الصحيحة في استفادة واستنتاج الأحكام الشرعية ليست المذاقات وليست الآراء والمحتملات أيها الأحبة، وإنما أحكام الله إنما تستنبط من مصادرها القرآن الكريم أو قول المعصوم وسنته. هذه أبواب استفادة الأحكام الشرعية. ولذلك الآن إحنا في زحمة من الأفكار المتبعثرة واللي كل واحد يحاول أن يدلل عليها بدليل، ولما نقلب الدليل لا نجد دليلا ولا نجد برهانا، بل لا نجد رأيا يصلح إلى نقده وتفنيده، لأنها مجرد أهواء. كم من الأهواء يبرر لك هواه مثلا بماذا؟ بالحرية، الحرية الفكرية، والآن بعد الحرية الجنسية، يدعون إلى المثلية بدعاوى متعددة، من ضمنها الحرية الشخصية. بعد هذا حر، خلى على الهواء وش يسوي وش ما يسوي. هناك قيم إسلامية لا يمكن أن نتركها أو أن نتجاهلها، قيم إسلامية تعتمد على الواجبات، تعتمد على بيان المحرمات، وهذا من أفظع المحرمات وأشدها عند الله، اللواط أو المساحقة والعياذ بالله. فهنا عودا على قول الإمام الصادق عليه السلام، من ضرورة عدم إعمال الرأي في استنباط الحكم الشرعي. ولذلك برز الإمام بروزا كبيرا حتى يقول أبو جعفر لقد قتلت 100 أو يقول 200 أو قتلت ما قتلت من العلويين، ولكن لا يهدأ لي بالا وزعيمهم موجود. ويعني من؟ يعني الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك يضيق الخناق على إمامنا، يضيق الخناق، تأتي الوشايات المتعددة، يشخص الإمام، يحاول ما يحاول ويحاول قتل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى عمد إلى ماذا؟ عمد إلى إحراق دار الإمام.
جمعوا الحطب عند دار الإمام وشبوا النار في ذلك الجزل والحطب، فسرت النار إلى الدهليز يعني ممر الدار. شنو اللي حصل يا مؤمن؟ تفاررن النساء والأطفال، ما يدرون وين يروحون، وهذا هو السبيل والباب الوحيد. فقام الإمام الصادق بأبي وأمي ليطفئ النار وهو يقول: أنا ابن إبراهيم الخليل، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أيصنع بي ذلك؟ أطفأ النار. جاءه أصحابه في اليوم التالي، دخلوا على الإمام وإذا بإمامنا حزين قد أطرق برأسه إلى الأرض. أراد البعض أن يواسي الإمام، قال البعض: يا أبا عبد الله، ليست الدار ولا الحريق الأول الذي جرى عليكم، فلقد شبوا النار في دار فاطمة، في دار جدتك الزهراء، بل رضوا أضلاعها، أسقطوا جنينها، فلما تحزن يا مولانا؟ قال: والله نعم صدقت، ليست النار الأولى، فإن النار التي جرت على فاطمة لهي أشد وأعظم، ولكن تذكرت لما نظرت إلى النساء وإلى الأطفال يتفارر، تذكرت مصيبة عظيمة على قلوبنا. شنو المصيبة يا أبا عبد الله؟ يا جعفر ابن محمد؟ قال: تذكرت عمتي زينب وعماتي لما أحرقت الخيام، فأخذنا يتفاررن من خيمة إلى خيمة وهن ينادين: وحسينا ومصيبته. ذكرت هذا الموقف العظيم، والله إنه لعظيم على قلوبنا نحن الشيعة يا مولانا، نتذكر تلك المصيبة التي جرت على زينب، وأي مصيبة، حرق الخيام وسلب الأطفال والنساء، وهي وحيدة فريدة تباري النساء والأطفال، لكنها توجهت إلى من؟ توجهت إلى جسد المولى، إلى جسد الحسين، تشكو ما جرى عليها بأبي وأمي، خيم يا حسين محروقة، ونهود علي الليل، ورأسك راح للكوفة، وجسمك رضضة الخيل، رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دامت، وكم مرت علي ليال من العين ما نامت، وين النوم والقعدة؟ وهاي أطفالكم هامت، شي ماتت من الرعاة وشي ظلت تصيح حلوة، نص الليل يا ابن أمي ولن طفلة فقدناها، أتاري فرت بدهشة تحوم ومحد وياها، وحدي طلعت ادورها وادور وين ملفاها، شفتها وياك ممتدة وعلى خدها دمع حيسي، جبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديني، يا زينب قوم دوري وياي راح وين طفليني، طلعنا نفتش الوادي ولا يوجد درب عيني، ولن وجوههم لاحت تقول عنهم نجم سهل،
شحكي لك يا نور العين دهر الشوم وزاني وهضم المجر ولا صار في المخلوق رواني شفتهم يا الولي ميتين واحد حاضن الثاني كبير على الأخ وحاني يضم عن وحوش اللي بعد يا مؤمن وش اللي جرى على زينب بأبي وأمي لما أشرق الصباح نظرت بأبي وأمي وإذا بها تنظر إلى عزيزها الحسين على واهجة الرمضاء أيوة حسين أنا بقيت محيرة وصف جبليدين لا عباس يبرالي ولا حسين أنا يضربوني من أبكي وهمين العين وتبقى حسرة بقلبي تكسر عظم الله أجوركم يا مؤمنين لم يهدأ إلى ذلك اللعين جافن إلى أن دس السم إلى إمامنا أيوة إماما أيوة جعفر وكأني بالإمام في هذه الليلة يرفع رجلا ويبسط أخرى من شدة حرارة السوم وحوله أبناؤه وفي مقدمتهم الإمام الكاظم وانجعفر الصادق على فراش المنية وانا تهد الطود لكنها خفية من حاله الأولاد تصب دموع العيون هذا سخين العين يبكي وذاك مهموم واهل العلم بالمدرسة العظمى ينوحون يا للأسف وارث الملة الأحمدية إلى أن حان حينه عظم الله أجوركم أوصى بوصاياه إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عرق جبينه سكن أنينه مد يديه ورجليه قرأ شيئا من القرآن حتى ختمه يا الله أطبق فاه وغمض عينه وانقطع نفسه وتدلت رقبته وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإمامه وسيده قام الإمام بتجهيزه غمض عيونه وقطع ونه وفاضت الروح غمض عيونه وقطع ونه وفاضت الروح وارتفع من بيته ضجيج الحرم ونه وناحت سماوات العليا والقلم واللوح وبوسط القبر نصبت له الزهراء عزية تنادي أولادي ما بقيت منهم شريدة ما بين ظالي وبالعطش حزة وريدة
وهذا معذب بالسجن يرفيل بقيده وما بين هايم خوف من حتف المنية. رفعت جنازة إمامكم كل ينادي وإماما وسيدا، وكأن الزهرة تمشي من وراء تلك الجنازة وتنادي وولدا ومصيبة. ولكن أي المصائب عليك أعظم يا فاطمة؟ هلا يا أحياء زهراء على منه تنوحين، نوحج على المسموم لو نوحج على حسن. صدت نادت والدمع بالخد بادي، انت سألوني يا خلق كلهم أولادي، لكن صواب حسين صاطي في فادي، وعظم علي لين عن ناعي على حسين. وحسين أبكي على أولادي قضاو بالسيف والسم، وأبكي على أبوهم ذبيح الابن ملجم. وإن كان بالله تسألوني ياه أعظم، أعظم علي لو ذكرت مصيبة حسين. وحسين أبكي على ولادي ذبايح يوم عاشور، وأنا نصبت لهم عزاء في وسط القبر، ونسيت ضلع الليل صير الباب مكسور. وعظم علي أهلنا عناعي على حسين. وحسين دهري رماني بالرزايا بكل غالي، شتت ولادي عن يميني وعن شمالي، وما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي، وكل العزا والناح والصيحة على حسين، على حسين وين اللي يساعدني؟